وختاما أقول مذكرا بالآية السابقة وضربا لبعض الأمثلة مما يتعلق بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن قبل ما آتي ببعض الأمثلة من السنة، ختام هذه الآية ويرزقه من حيث لا يحتسب، هل يؤمن أصحاب البنوك بختام هذه الآية؟ لا. شو السبب؟ لأن تعاملهم مادي أوروبي، فهم يشتركون مع الأوروبيين في عدم إيمانهم بهذه الآية. هم يؤمنون بها لأنهم مسلمين، وإذا أنكروها كفروا، لكن لا يؤمنون بها عمليا. شايف شلون؟ وسؤالي كان طبعا من الناحية العملية، فالذين الآن يتعاملون بمثل هذه المعاملات في البنوك، ولو سميت في البنوك الإسلامية قد يكون هناك معاملات أخرى، وكان المفروض أنه يتسع الوقت لنسمع، لعلنا نشوف معاملة تكون مشروعة مثلا، لكن الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملة الربوية التي ذكرنا فيها حديثين اثنين وعلقنا بما شرح الله عز وجل صدرنا له، هؤلاء عمليا لا يؤمنون بهذه الآية، وإن كانوا يزينون الجذر بها لافتات مكتوب عليها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.